إسبانيا تقلبت على بوليزاريو والجزائر بحيث أن القضاء الإسباني استدعى وزيرة الشؤون الخارجية السابقة أرناتشا غونزاليس، وهذه هي اللي كانت السبب في الروينة اللي ناط بين إسبانيا والمغرب. القضاء الإسباني استدعاها باش يبدأ معها التحقيق في ملابسة إخفاء هوية زعيم بوليزاريو اللي دخل الأراضي الإسبانية باسبور مزور بسبب الظروف الصحية اللي كانت عنده، واللي كان باتفاق بين الجزائر وإسبانيا باش يدخل يتعالج في مستشفى سان بيدرو في مدريد. وجد هذه الخطوة من طرف القاضي الإسباني من بعد اعتراف مدير الديوان وزير الخارجية السابقة بكون أنها هي اللي اعطته الأوامر باش يرتب دخول زعيم بوليزاريو إبراهيم الغالي للأراضي الإسبانية. وهذا الشيء اللي تسبب في أكبر أزمة دبلوماسية بين إسبانيا والمغرب على مدار العقود الأخيرة. ولكن وحسب الإعلام الإسباني قرر دخول زعيم بوليزاريو ما جاش من عندها بوعدها، بل هناك جهات أخرى دخلت في هذه القضية. استدعت نائب رئيس أركان الجوية فرانسيسكو فرنانديز وكذلك رئيس ديوان وزير الخارجية الإسبانية كاميلو فيارينو باش تكمل معهم مسار البحث والتحقيق في هذه القضية ديال دخول زعيم بوليزاريو. وما زالت المحكمة الإسبانية كتحرى وكتحقق على كيفية اللي استخدمتها الحكومة المركزية للجيش باش تخفي هوية زعيم بوليزاريو من خلال الرسائل ديال الواتساب اللي دارت بين نائب رئيس أركان الجوية ورئيس الديوان الخارجية الإسبانية من بعد ما تأكدت المشاركة ديالهم في تسهيل دخول زعيم بوليزاريو إلى التراب الإسباني دون تحقق من الجواز السفر دياله.